سؤال بيتكرر لكتير قوي قوي مننا، ازاي ازود وانمي ثقتي بنفسي؟ الثقة بالنفس هو المكان اللي الناس كتير قوي او اغلب الناس او تقريبا كل الناس بتبحث عن المكان ده، يعني السؤال ده بيتردد على اذهانهم كلهم وبيدوروا دايما وبيبحثوا عن الاجابة. طبعا ناس كتير ممكن يعني تبذل مجهود كبير قوي قوي علشان تعرف ازاي تنمي او تزود ثقتها بنفسها. اول حاجة لازم نعرفها يعني في موضوع الثقة بالنفس، سؤال نسأله لنفسنا، هو انا ليه مثلا، يعني اي حد مثلا عنده مشكلة في موضوع الثقة بالنفس يسأل نفسه بقى السؤال ده، يقول لنفسه طب انا ليه عندي موضوع الثقة بالنفس ده، عندي فيه مشكلة او حاسس ان انا مش عندي قوي ثقة بنفسي. السؤال ده لما هنسأل السؤال ده لنفسنا هنفهم الإجابة وهنعرف، لأن احنا لما بنتولد كأطفال يعني او بنبقى بيبي صغير بيبقى الموضوع ده اصلا ما بيبقاش موجود عندنا، بيكبر معانا بعد ما بنكبر. لازم نكون فاهمين كويس ان اي طفل او اي حد من هو صغير مثلا او اي بيبي بيبقى لسه مولود بيبقى موضوع الثقة بالنفس عنده كامل مكتمل، بيبقى مولود بالموضوع دوت. بعد كده الموضوع ده بيتأثر عن طريق الأوامر وعن طريق الحاجات اللي أي شخص مثلا حواليه، الأب والأم يعني البيئة المحيطة اللي حواليه، طريقة التصرفات، الحاجات الكتير قوي اللي ممكن تكون بعد كده بتشكل شخصيته. فدي نقطة حبيت ان انا اوضحها علشان بعد كده هتكلم معاكم عن بعض الحاجات كده اللي هي ممكن نستخدمها او ان احنا نقدر نعملها علشان خاطر ننمي ثقتنا بنفسنا. زي ما قلنا ان الطفل بيبقى مولود اصلا عنده ثقة بنفسه، بس طبعا عن طريق بقى يعني ممكن تعليم، عن طريق الحاجات في البيئة المحيطة، عن طريق ممكن يكون تعامل بعض الآباء والأمهات، مقارنات بقى وحاجات كتير قوي ممكن تبقى هي السبب في زعزعة الثقة بالنفس أو إن الشخص ده إن هو موضوع الثقة بالنفس عنده يقل. طبعا دي كلها بتكون شروط أو بتكون يعني بعض الضغوط الكتير اللي بتواجه الطفل من صغره علشان يكون مقبول من الآخرين. فطبعا حاجتنا للانتماء هي دي اللي ممكن تكون بتهز ثقتنا بنفسنا. طبعا بعد كده بقى شخصياتنا بتتشكل من صغرنا، لان بيبقى فيه شروط معينة علشان الشخص يحس ان هو يعني شخص مثلا مقبول من الاخرين. لان طبعا شروط اللي احنا مثلا بنتكلم عنها، الطفل مثلا من صغره لازم ياخد اوامر من الاب والام او من المدرسة او من غيره ايا كانت المصادر، لازم يتعلم ازاي يتكلم، ازاي يتصرف، ازاي يتعامل، ازاي كذا. فكل الحاجات ديت بيكون عنده حاجة لان هو طبعا يشعر بالانتماء او ان هو يشعر ان هو مقبول من الاخرين. فطبعا يعني الطفل في الوقت ده لما الحاجات دي مش بتتنفس بصورة جيدة او مش بتتعامل على اكمل وجه، فبيحس ان هو في عنده مشكلة، بيحس لا انا اشمعنى انا اللي عندي مشكلة في النقطة دي. فمن هنا بتبتدي بقى زعزعة الثقة بالنفس او ان هو الطفل بيحس ان هو موضوع بالنسبة له اثر فيه من صغره. ومن هنا النقطة اللي انا اتكلمت فيها دلوقتي، بيتولد شعور باحساس يعني مثلا بالنقص او الاحساس بالعار، ان الشخص ده يعني عنده مشكلة او في حاجة في شخصيته ناقصة او هو مش مكتمل بشكل ما او حاسس ان هو في حاجة فيه مختلفة مثلا عن غيره. فبالتالي الشعور ده من اصعب انواع الشعور اللي ممكن اي طفل او اي شخص يحسها. فبالتالي بعد كده ده بيخلق معاه مشكلة في موضوع الثقة بالنفس.
فمن هنا حابة أقول إن إحنا مهما عملنا تمارين، مهما قرينا كتب، مهما أخدنا كورسات، مهما حاولنا إن إحنا ننمي ثقتنا بنفسنا، وإحنا من جوانا في عندنا مشكلة، يبقى الموضوع مش هيتحل. لأن موضوع الثقة بالنفس لازم يكون نابع من جوانا إحنا، ونعرف نعالج الجذور، أو نعرف إيه هي المسببات اللي بتكون عاملة لنا مشكلة مثلا جوانا. فعشان كده دايما بنقول لازم الثقة بتكون بتنبع من جوانا. وعشان كده لو تفتكروا، لو انتوا شفتوا الفيديوهات اللي قبل كده اللي انا كنت عاملاها، واتكلمت عن موضوع العقل الباطن، وعن ازاي العقل الباطن بيخزن بعض المعلومات، ممكن تكون يعني بتعمل زي تراكم كده وبتتخزن جوه اللاوعي بتاعنا، وده بيكون عامل كبير قوي لأفكار سلبية بتكون موجودة في عقلنا. فبالتالي الأفكار دي لما بتتراكم يعني بيحصل بينتج عنها بقى ايه بعض المشاكل اللي ممكن تحصل للإنسان. فمن هنا لازم نفهم ازاي نقدر ندير طريقة تفكيرنا للعقل الباطن، لأن قبل كده أنا اتكلمت في موضوع العقل الباطن، وإن العقل الباطن أوقات كتير بيخدعنا ببعض الأفكار اللي ممكن تكون مش صحيحة. فبالتالي لازم نعالج الجذور، ولازم نفهم إن العقل الباطن أوقات بيصدر لنا بعض الحاجات اللي مش صحيحة، أو الأفكار السلبية اللي ممكن تأثر بشكل كبير أوي في حياتنا. فمن هنا لازم نحاول إن احنا نعلي جوانا موضوع التقدير الذاتي، لأن التقدير الذاتي ده لما احنا بنزوده طبعا، فالإحساس بعدم الثقة بالنفس بالتالي، أو إحساس الشعور مثلا إن في مشكلة في جوه الإنسان، أو عنده مشكلة في موضوع الثقة بالنفس، بالتالي الشعور ده بيقل. فكل ما تقديرنا لنفسنا أو تقدير الإنسان لذاته، أو إن هو يبقى يعني عنده فكرة تقدير الذات، ده بيقلل من موضوع إن شخص يحس إن هو في عنده مشكلة في موضوع الثقة بالنفس. فهي دي الفكرة. فلازم نبقى عارفين ان الموضوع بيبقى اصلا موجود في العقل اللاواعي او العقل الباطن بتاعنا. وطبعا افكارنا، انا قبل كده اتكلمت كتير قوي في موضوع الافكار، اللي ما شافش الفيديوهات اللي انا كنت بتكلم فيها عن طريقة تفكيرنا، ان يعني ازاي ممكن تأثر بشكل كبير جدا جدا على حياتنا في نواحي كتير جدا. واتكلمت عن عقل الباطن، وعن ازاي ممكن يخدعنا بعض الافكار السلبية اللي ممكن تدمر حياتنا، وممكن كمان تأثر بشكل كبير قوي على حياتنا، وازاي نقدر ان احنا نتعامل بشكل سليم مع العقل الباطن. وكمان كنت عاملة كتاب جميل كان بيتكلم عن العقل الباطن، اسمه قوة عقلك الباطن، كنت عاملة له برضو ملخص قبل كده. اللي ما شافوش برضو يرجع للفيديوهات، هيلاقيها موجودة في الفيديوهات. فالموضوع بيحتاج مننا ان احنا بس نفهم، يبقى في جوانا موضوع، يبقى يعني في ناحية جزئية كده، ان احنا نبقى واعيين لفكرة العقل الباطن، وعن ان هو ازاي بيفكر، ونعالج الموضوع ده من جذوره. فبالتالي بعد كده هنقدر ان احنا ننمي موضوع الثقة بالنفس جوانا. وطبعا تقدير الذات دي حاجة مش هنقدر ان احنا نحصل عليها، او ان احنا يعني نقدر ان احنا نكتسبها بسهولة. الموضوع بيحتاج مننا تدريب، بيحتاج مننا ان احنا ندرب نفسنا عليه بالتدريج، لان زي ما بقول في كل فيديو، ان اي عادة او اي حاجة احنا بنحاول نغيرها في نفسنا او في حياتنا او في روتين يومنا، او في ندخلها كعادة جديدة، كل حاجة بتحتاج مننا تدريب، كل حاجة بتحتاج مننا ان احنا نجربها مرة واتنين وتلاتة، علشان نقدر ان احنا نكتسبها، ونقدر ان احنا ندخلها جوه يعني حياتنا، ونغير حاجة معينة عايزين ان احنا نغيرها. احنا طبعا لما بنتكلم عن فكرة تقدير الذات، معناها ان احنا محتاجين ان احنا نعيد برمجة عقلنا، العقل الباطن اللي بيبقى فيه الأفكار السلبية أو الأفكار خاطئة موجودة جوه عقلنا. فبالتالي احنا محتاجين ان احنا نعيد برمجة عقلنا، ونحاول ان احنا نبعد تماما بقى عن الأفكار السلبية أو الأفكار الغلط اللي بتكون جوه عقلنا، فبالتالي بتسبب في المشكلة، أو بتسبب في مشكلة عدم الثقة بالنفس. فهي دي أساس المشكلة. طبعا لما اتكلمنا دلوقتي عن موضوع العقل الباطن،
وعن الأفكار الخاطئة اللي ممكن تكون موجودة، وإن احنا محتاجين إن احنا نغير برمجة العقل الباطن أو نغير برمجة الأخطاء الأفكار الخاطئة اللي موجودة دي. حاجة موجودة ومحفورة معانا بقالها فترة طويلة، فزي ما بقول مش هتبقى بسهولة إن احنا حاجة نكتسبها في يوم وليلة أو نغمض ونفتح عينينا نلاقي نفسنا خلاص الموضوع انتهى. فزي ما قلنا الموضوع بيحتاج مننا وقت، بيحتاج مننا صبر، بيحتاج مننا كمان تدريب. فمهم جدا 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 ان احنا نحاول نتحرر بقى من المشاعر السلبية والافكار الخاطئة اللي متبرمجة جوه العقل الباطن او العقل اللاواعي، ونحاول ان احنا نتخلص من احساس العار او احساس اللي ممكن يكون هو السبب في مشكلة الثقة بالنفس، او ان احنا حاسين بحاجة مشكلة معينة، سواء مثلا شغل بدأنا فيه ومثلا ما نجحناش في حاجة معينة، حد مثلا دخل علاقة ما كملتش وفشلت يعني لسبب ما، فبالتالي ده أثر على الإنسان. حاجة مشروع مثلا كان حد حابب ان هو يبتديه والمشروع برضو ما نجحش لسبب ما، فنحاول ان احنا يعني نشيل فكرة الإحساس بالعار أو الإحساس يعني إحساس إن في مشكلة عند الشخص بسبب تجارب معينة أو حاجات معينة ممكن يكون عاشها أو مرت بيه في حياته، أو ممكن يكون كمان السبب إن في بعض الأشخاص اللي بيتقال عليهم أشخاص مثلا سامين أو أشخاص ممكن يكونوا حد مش كويس أو حد اتعامل معاه بشكل خاطئ مع الشخص بشكل خاطئ، او اتأذى من بعض الاشخاص بشكل يعني كبير، فبالتالي ده اثر عليه في حياته. فلازم نفهم كويس قوي ان احنا لازم نتحرر من اي احساس جوانا ممكن يكون بيخلق جوانا مشكلة في موضوع الثقة بالنفس او ان هو بيأثر على موضوع تقدير الذات. فطبعا كل الحاجات اللي انا بتكلم عنها دي او كل المشاعر اللي انا بتكلم عنها دلوقتي دي من اصعب المشاعر اللي ممكن تمر باي انسان او تمر باي حد، ف طبعا يعني مش سهل ان احنا نتحرر منها بسهولة، بس زي ما قلنا هنحاول ان احنا ندرب نفسنا وان احنا نحاول ان احنا نتخلص بقى من اي حاجة ممكن تكون حاسين انها عبء جوانا او حاسين انها بتعمل لنا مشكلة جوانا او حاسين انها يعني افكار كده يعني خاطئة او مشاكل، حاجات مرينا بيها، تجارب، حاجات ممكن تكون اثرت علينا من طفولتنا. فكل الحاجات دي لازم نحاول ان احنا نتحرر منها ونبعد عنها تماما. وزي ما قلنا مع التدريب كل حاجة بتقل، وبالتالي لما الأفكار السلبية دي بتقل أو الأفكار الخاطئة دي بتقل وبنقدر إن احنا نبرمج عقلنا بطريقة سليمة، فبالتالي بيترفع معانا تقدير الذات وبنقدر إن احنا يبقى عندنا ثقة عالية بنفسنا وإن احنا نقدر ننمي ثقتنا بنفسنا. طيب احنا كده فهمنا المشكلة بتيجي منين أو موضوع عدم الثقة بالنفس بيجي منين. طب هتسألوني هتقولي طب ازاي إن احنا ننمي أصلاً فكرة تقدير الذات جوانا أو إزاي نعلي موضوع تقدير الذات جوانا؟ لازم نفهم كويس إن النفس البشرية بتتكون من حاجتين، في يعني جوانا أو جوا كل شخص مننا جانبين، في جانب اسمه جانب نوراني والجانب التاني اللي هو الجانب المظلم اللي هو بيتقال عليه الظل في علم النفس. وطبعا اللي اتكلم عنه موضوع الظل أول حد اتكلم فيه هو عالم في علم النفس اسمه كارل يانج. ودلوقتي هحاول ان انا اشرح لكم يعني ايه الشادو او يعني ايه الظل او يعني ايه الجانب النوراني والجانب المظلم. طبعا كارل يانج لما جه اتكلم عن موضوع الشادو او الجانب المظلم جوانا اتكلم عنه وقال ان ده الجانب اللي بيكون جوانا اللي احنا اوقات كتير بنبقى مش متقبلينه. فكتير من الاشخاص او يعني اغلب الاشخاص بيقعوا في قصة ان هم مش بيكونوا متقبلين او عارفين يتعاملوا مع الجانب ده، فبالتالي كل ما بيقاوموه اكتر كل ما بيتحكم فيهم اكتر. فطبعا اول خطوة علشان نقدر نعملها ونحاول ان احنا نزود موضوع التقدير بالذات
هو إننا نفهم نفسنا كويس ونفهم الأجزاء اللي موجودة جوانا، وإن النفس البشرية زي ما قلنا متكونة من أجزاء، ولازم نحاول إن احنا نفهمها ونحاول إن احنا نتأقلم معاها ونحاول إن احنا نتصالح معاها، ونفهم يعني إيه الجانب النوراني ويعني إيه الشادو أو الجزء المظلم مننا، ونحاول نتعامل معاه بصورة صحيحة. وطبعا زي ما قلنا الموضوع مش هيجي من أول مرة، الموضوع بيحتاج مننا تركيز، بيحتاج مننا إن احنا نتعمق في نفسنا أو نفهم نفسنا أكتر، بيحتاج مننا تدريب إن احنا ندرب نفسنا. مهم جدا كمان إن أنا أكون شخص متصالح مع نفسي، أقدر أدي الأمان لنفسي، أقدر أكون شخص مسترخي متقبل لأي حاجة ممكن تحصل، متفهم لنفسي، وأقدر إن أنا أفهم نفسي وأفهم إن أنا النفس البشرية زي ما احنا لسه قايلين فيها جانبين، الجانب النوراني والجانب المظلم، وأحاول إن أنا أكتشف نفسي أكتر، أحاول إن أنا أتعامل مع نفسي بصورة أفضل، أحاول إن أنا أتقبل الجانبين، أحاول إن أنا زي ما قلنا نقدر ندير مشاعرنا بالشكل الصحيح، أو نحاول إن احنا نعرف نبرمج عقلنا الباطن بالشكل الصحيح اللي يقدر يخلينا إن احنا نعلي موضوع تقدير الذات، أو إن احنا نقدر ننمي ثقتنا بنفسنا، وده طبعا هيرفع معانا ثقتنا بنفسنا والموضوع هيختلف تماما. بس زي ما قلنا كل ده بيحتاج طبعا مننا تدريب، بيحتاج مننا وقت، بيحتاج مننا ان احنا نفهم نفسنا اكتر ونتقبل نفسنا، ونفهم زي ما قلنا ان نفسنا البشرية فيها اجزاء، ولازم احنا نحاول ان احنا نتعامل مع الاجزاء دي بشكل مريح، ونقدر ان احنا نتفهم ده ويكون جوانا يعني فكرة تصالح مع النفس، ونحنا نكون متقبلين لكل الاجزاء اللي جوانا. لازم كمان نفهم ان زي ما قلنا عقلنا الباطن ساعات بيصدر لنا مشاعر ممكن جدا ما تكونش حقيقية، فلازم نفهم ان مش عشان شخص حس بحاجة معينة تجاه نفسه فده معناه ان الحاجة دي حقيقية او حاجة دي يعني هو يصدقها، لان زي ما قلت قبل كده اوقات كتير عقلنا الباطن بيهيئ لنا حاجات مش حقيقية، فدي بتكون هي اساس المشكلة. وطبعا لازم نسلط الضوء على النقطة دي، ولازم يعني احب اوضح لكم كده ان موضوع الوعي بتاعنا او الوعي الذاتي انا برضو اتكلمت فيه في فيديوهات قبل كده، اللي ما شافهاش يشوفها، وبرضو الفترة اللي جاية لو حابين ان انا اتكلم عن موضوع الوعي الذاتي اكتر اكتبولي في الكومنتات، وانا بإذن الله الفترة اللي جاية هعمل لكم نتكلم اكتر عن الموضوع دوت بشكل مفصل يعني. وطبعا موضوع الوعي الذاتي هو المفتاح الرئيسي اللي بيخلينا نقدر ندير مشاعرنا ونقدر نفهم نفسنا اكتر، فبالتالي نقدر ان احنا نبرمج عقلنا على الشكل الصحيح او على الافكار الصح مش الافكار الخاطئة اللي هي موجودة جواه. وطبعا كل ما هنمتلك الوعي اننا نقدر ندير مشاعرنا صح، او اننا نقدر نبدل المشاعر السلبية أو الأفكار الخاطئة اللي متكونة أو محفورة جوانا من زمان أو من فترة طويلة لمشاعر تقدير الذات، لإيمان بالذات وإيمان طبعا بربنا، لمشاعر حسن ظن بربنا، يعني مشاعر تانية إيجابية. فكل ما هنبدل المشاعر الخاطئة والمشاعر السلبية دي بمشاعر تانية إيجابية، فده هينمي جوانا فكرة الثقة بالنفس أو تقدير الذات. وشخص مع يعني كل مراحل الوعي بتاعته بتزيد، كل ما ثقته بنفسه هتلاقيها تزيد، وده هيعزز جواه ثقته بنفسه أكتر. وطبعا كل ما يكون عندي تقدير ذات، كل ما يكون عندي إيمان بنفسي وإيمان بربنا، وإن أنا أكون شخص عندي حسن ظن بربنا، فطبعا فكرة الإيمان أو موضوع الإيمان ده من أكبر الطاقات اللي ممكن أي شخص يحس بيها، وإن هو يكون عنده إيمان ويقين عالي جواه، فده بيولد أصلا طاقة إيجابية كبيرة جواه، فبالتالي بينعكس ده على ثقة الشخص بنفسه. وطبعا زي ما قلنا قوة الإيمان أو إن الشخص يكون عنده إيمان
ده حاجة بتعلي طاقته، حاجة بتفرق جدا معاه. وطبعا الإنسان اللي بيكون عنده إيمان دايما ربنا بينصره، ودايما بيكون عنده قوة ذاتية، فبالتالي ده بينعكس برضو على ثقته بنفسه. في مقولة جميلة كمان بتقول، أنا اتكلمت من شوية معاكم عن نقطة الأفكار، وعن قد ايه الافكار سواء كانت سلبية او ايجابية بتأثر بشكل كبير جدا جدا في حياتنا، في الجانب العملي وفي الجانب سواء الدراسي، الجانب النفسي، حاجات كتير قوي قوي. ففي مقولة جميلة جدا بتقول، ان كنت تؤمن انك تستطيع او كنت تؤمن انك لا تستطيع، كلاهما واحد. يعني الأفكار بتاعتنا هي على حسب الشخص ما بيفكر. لو بيفكر بشكل إيجابي هيعكس لحياته طاقة إيجابية، أو هيعكس لحياته الحاجات الإيجابية اللي ممكن تغير حياته بشكل كبير. وإن كان بيبص لنفسه أو بيبص لحياته بشكل سلبي، برضه هيعكس لنفسه الطاقة السلبية والأمور السلبية والحاجات الكتير قوي اللي ممكن تبوظ حياته أو تدمر حياته بشكل كبير. فهي دي الفكرة اللي أنا حبيت أوضحها. وزي ما قلت قبل كده، الأفكار ليها دور كبير جدا في حياتنا، فلازم نركز قوي على النقطة دي ونخلي بالنا منها. وطبعا عشان تقدر تبني تقدير ذاتي، وعشان نقدر ان احنا نغير الأفكار السلبية أو الأفكار الخاطئة اللي ممكن تكون محفورة جوانا من سنين، فده طبعا احنا بيحتاج مننا نتدرب كتير، ونتدرب ونشتغل على نفسنا، وكل يوم ان احنا نمرن نفسنا على ده. لان زي ما قلنا، مفيش اي خلطة سحرية او مفيش عصاية سحرية هتيجي كده هنمسكها هتغير حياتنا بنسبة كبيرة، غير زي ما قلنا كل حاجة بنكتسبها مع الوقت، مع التكرار، مع الاستمرار والمحاولة والتدريب. فده هيساعد بشكل كبير جدا ان حاجات كتير قوي في شخصيتنا، في حياتنا عموما، مش في موضوع الثقة بالنفس بس. فكل حاجة مننا، يعني كل حاجة عايزين نغيرها، بتحتاج مننا تدريب، بتحتاج مننا ان احنا بالتدريج كده دايما ان احنا نستمر ونحاول، فبالتالي بعد كده بنلاقي النتيجة بتظهر على المدى البعيد. طبعا حابة انوه على نقطة معينة، عشان انا حبيت اتكلم في النقطة دي، لان اغلب الناس بتعتقد ان يعني ان هي هتغمض عينيها، او ان هي مجرد كده ايه، ما يعني خلاص الموضوع هيجي بسرعة جدا. ففكرة المنقذ او فكرة ان الشخص يستنى ينتظر حاجة تيجي فجأة تغير حياته، مفيش حاجة في الدنيا ممكن تحصل تغير تشقلب حياة الإنسان يعني 180 درجة في يوم واحد. فلازم نبقى عارفين ده، لأن مشكلة إن الشخص اللي بيبقى دايما معتقد إن في منقذ هيجي يغير حياته ويشقلب حياته تماما، فدي حاجة بيقع منها كتير قوي. وده نمط بيبقى يعني في أشخاص كتير قوي بتبقى بتقع في النمط ده، أو إن هي بتبقى عندها التفكير ده. فلازم نعرف إن كل حاجة بتحتاج مننا التزام، بتحتاج مننا مجهود، بتحتاج مننا صبر، ومفيش حاجة اسمها إن في يوم وليلة هتتغير حياتنا 180 درجة. كل حاجة بتحتاج وقت، كل حاجة بتحتاج التزام، كل حاجة بتحتاج مجهود، وبتحتاج صبر، وبتحتاج تدريب. كمان حابة أأكد نقطة مهمة جدا، هي مفيش حاجة ممكن تمسكنا من ايدينا كده وتخلينا ان احنا نغير حاجة جوانا. يعني مفيش حاجة في الخارج عموما ممكن هي تغير حياتنا، لازم احنا من جوانا ناخد القرار، ويكون عندنا إرادة قوية إن احنا زي ما قلنا نعلي الوعي الذاتي جوانا، وإن احنا ندرب نفسنا، وإن احنا نغير بعض المفاهيم الخاطئة جوانا، وإن احنا بنفسنا اللي نسعى لده. فكون إن الإنسان يفهم ده كويس، فده هيوفر عليه كتير قوي قوي، وهي يعني هيفرق معاه بنسبة كبيرة جدا. فلأن فكرة المنقذ اللي أنا لسه متكلمة عنها، أو نمط المنقذ، أو إن شخص يعتقد إن ممكن حاجة تحصل تحول حياته ل 180 درجة، أو إن ممكن حد يغير له حياته، مفيش حاجة خارج الإنسان،
وممكن تغير حياته. هو الإنسان بنفسه هو اللي هيغير حياته، أو هو لو خد القرار هو اللي يقدر يفرق، يعني يفرق معاه القرار، وإن هو يقدر يغير حاجات كتير قوي جواه. عشان كده دايما بقول الثقة بالنفس ده حاجة بتنبع دايما من جوانا، يعني مش من خارج الإنسان أبدا. لازم كل يوم نختار ان احنا نزود وعينا، وان احنا نختار ايه هي الحاجات اللي ممكن نعملها، او الاسئلة اللي ممكن تكون بتدور جوه عقلنا نغيرها من شكل لشكل. يعني مثلا هديلكم مثال، في بعض الاحيان اوقات بنسأل نفسنا، نقول لنفسنا انا ليه بيحصل معايا كده، انا اشمعنى انا اللي بيحصل معايا كده. اسئلة من النوع ده ممكن تخلينا يعني نتحط في الأفكار اللي هي اللي أنا لسه متكلمة عنها، في الأفكار السلبية. احنا بقى ممكن نغير طريقة التفكير، أو نغير برمجة التفكير بتاعنا، ونغير طريقة السؤال لنفسنا بطريقة تانية أو بصيغة تانية. بدل ما أنا بقول مثلا لنفسي، أو أي شخص مثلا بيقول لنفسه أنا ليه ما عنديش حظ، أنا ليه مثلا مش بنجح في حاجة معينة، أو أنا ليه عندي مشكلة في الثقة بالنفس، أو ليه مش عارف إيه كذا. الأسئلة اللي هي السلبية، أو الطريقة السلبية اللي احنا بنسألها لنفسنا، أنا ممكن نسأل نفسنا بطريقة تانية، نقول لنفسنا طب إيه هي الحاجة اللي ممكن تكون بتعوقنا، أو إيه هي المشكلة اللي ممكن تكون اقدر احلها علشان خاطر ازود او انمي ثقتي بنفسي. الصياغة بتاعت السؤال نفسها، او الطريقة اللي احنا بنسأل بيها نفسنا، دي بتفرق بشكل كبير جدا. كمان مهم ان انا اغير اولوياتي، ان انا احدد اولوياتي، ان انا اسعى ان انا ارفع الوعي بتاعي، ان انا اغير حاجات معينة في حياتي وفي يومي، في طريقة تفكيري. دايما بقول الحاجات البسيطة اللي احنا بنعملها دي بتعمل فرق كبير جدا في حياتنا. وحابة أأكد إن في أشخاص كتير جدا ملهمين وناجحين كانوا في البداية كانوا بيعانوا من مشكلة في الثقة بالنفس، أو عندهم تدني في مشكلة الثقة بالنفس، وبالتالي سعوا إن هم يغيروا حياتهم بشكل كبير جدا، وحولوا حياتهم من فشل لنجاح كبير جدا. وطبعا في نماذج كتير جدا ممكن اتكلم فيها، وانتوا بنفسكم اكيد عارفين في ان عدى عليكم بعض النماذج، او قريتوا مثلا قصة لشخص معين او حد معين كان بيعاني من المشكلة دي. ففكرة الثقة بالنفس دي حاجة ممكن احنا نشتغل عليها، ولازم زي ما قلنا نحاول ان احنا نشتغل على الوعي بتاعنا. وكل ما هنرفع الوعي بتاعنا، كل ما التقدير الذاتي بتاعنا هيعلى، كل ما هنغير هنقدر نغير حاجات، كل ما هنقدر نرتب أولوياتنا، كل ما هنغير صيغة الأسئلة اللي احنا بنسألها لنفسنا، كل ما هنغير طريقة برمجة عقلنا الباطن للأفكار السلبية اللي ممكن تكون بتعوقنا عن اننا نغير حاجة معينة في تفكيرنا. فزي ما قلنا في نماذج كتير قوي تحدوا نفسهم، في نماذج كتير صنعوا قصص نجاح كبيرة جدا من الصفر، وكان عندهم مشاكل كتير ممكن تكون كانت بتواجههم، وتحديات كتير كانت بتواجههم في حياتهم، ومن ضمنها برضو مشكلة الثقة بالنفس. كمان الموضوع طبعا زي ما قلنا، وبحب أكد ان الموضوع بيحتاج استمرار وقت ومجهود، وان انا اخصص وقت لنفسي ان انا اراجع فيه نفسي، اراجع فيه الاسئلة، اعرف ايه هي ممكن تكون نقاط الضعف، اعرف ايه هي الحاجات اللي ممكن تكون بتعوقني ان انا مثلا انجح في حاجة معينة، او ان انا اوصل لحاجة معينة، او ان انا اغير حاجة معينة مثلا في يعني في نفسي او في شخصيتي. فكل الحاجات دي هتفرق بشكل كبير لو احنا نمينا الوعي بتاعنا، ولو احنا اتخذنا القرار باننا نبتدي ان احنا نشتغل على اننا نطور نفسنا، واننا نفهم نفسنا اكتر، واننا نتقبل نفسنا اكتر، واننا نسعى ان احنا ننمي تقدير الذات جوانا، وان احنا يكون عندنا ثقة بنفسنا اعلى. كمان ان انا ارتب اولوياتي، واعرف ايه هي الحاجات اللي ممكن تكون غلط، او العادات الغلط اللي انا بعملها، او طريقة التفكير الغلط اللي انا بعملها، الحاجات اللي ممكن تكون بتشكل عائق في حياتي. دي برضو من ضمن الحاجات اللي انا لازم اعالجها واحاول ان انا اشتغل عليها. فمهم جدا 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 ان انا اؤمن بنفسي،
اكتر ما انا بؤمن بالحاجات الخطأ اللي احنا بنؤمن بيها اوقات كتير قوي، واللي بتكون هي السبب الرئيسي اللي بيعوقنا وبيعمل لنا مشكلة في حياتنا في موضوع الثقة بالنفس. لان دي بتكون بالظبط زي حاجة كده، احنا يعني معتقدات ملهاش، يعني مجرد وهمية، حاجة وهمية احنا بنؤمن بيها، او حاجة زي اصنام بالظبط كده، شخص يعني معتقد حاجة معينة كده جواه بيعتقد فيه، وهي بتبقى حاجات مش حقيقية، فبالتالي بتتنمى جواه وبتفضل معاه من هو صغير، فبيعتقد ان الحاجات دي صحيحة وهي بتكون خاطئة. فلازم يكون ايماننا بنفسنا اقوى من الاصنام دي او المعتقدات الغلط دي عن نفسنا او عن اي حاجة ممكن تكون بتعوقنا في حياتنا. وطبعا الافكار دي مش عايزة اقول لكم ممكن بتعمل معانا حاجات كتير، او بتفضل تفكرنا بحاجات مواقف عدت علينا، وبتفضل تطاردنا اوقات كتير. وطبعا زي ما بقول وباكد ان الموضوع مش بيبقى سهل ان احنا نتخلص منها او نتحرر منها او ان احنا نتخلص منها تماما، بس انا بعرفكم طريقة التفكير بتكون ايه، او الطريقة اللي بتخدع بيها عقلنا ان احنا تخلينا ان احنا نؤمن بيها وان احنا نعتقد ان هي حاجة صحيحة او ان هي حاجة فعلا موجودة، وهي بتكون اصلا حاجات وهمية. اوقات كتير بتقعد تطاردنا وتدينا زي نماذج او بعض المواقف او بعض الحاجات اللي ممكن تكون مرت علينا، وتقول لنا مثلا يعني فاكر الموقف الفلاني اللي حصل فيه كذا، فاكر لما حصل مش عارف ايه، فبتفضل تحط لنا السيناريوهات كده علشان خاطر تقنعنا بيها، بس في النهاية هنقدر نقول ان هي مجرد وهم، واحنا العقل بتاعنا اللي هو الباطن بتفضل متخزنة فيه وبيخدعنا، يعني علشان خاطر يخلينا ان احنا نستجيب ليها او ان احنا نؤمن بيها. من اهم النقاط بقى اللي انا اعملها مع نفسي ان انا يعني اضرب لها كده تعظيم سلام للافكار دي، واقول لها شكرا قوي لحد كده ومع الف الف سلامة، وادي لها فرصة ان هي تتحرر، ان انا اتحرر منها وان هي تبعد عني علشان خاطر ما تأثرش على حياتي، وان انا اختار بكامل ارادتي ان انا اكون عندي ايمان قوي بنفسي، وان انا اكون عندي ثقة عالية بنفسي، وان انا احاول ان انا ارفع الوعي بتاعي، فده هيعزز معايا ثقتي بنفسي. فبالتالي طبعا زي ما قلنا مع التدريب ومع التكرار ومع المحاولة، كل ده هنقدر ان احنا نتعامل معاه بشكل صحيح، وهنقدر ان احنا ننمي ثقتنا بنفسنا ونكتسب ثقة عالية جدا جدا من نفسنا. ده كان الفيديو، معلش انا طولت عليكم، بس يعني حبيت ان انا اشرح لكم القصة ماشية ازاي علشان خاطر نقدر ان احنا نتعامل مع نفسنا. وده يعني يعتبر نقدر نقول كده يعني الفيديو ده من ضمن سلسلة الثقة بالنفس. لو حابين ان انا اكمل السلسلة دي او اتكلم عنها بالتفصيل اكتر، لان الموضوع بيبقى طبعا مش بالسهولة اللي احنا معتقدينها، بيبقى ليه ابعاد تانية مختلفة، فلو حابين ان انا اتكلم فيه في فيديوهات جاية ان شاء الله باذن الله واكمل بقية السلسلة، اكتبوا لي برضو في الكومنتات، لان انا طبعا دعمكم بيفرق جدا جدا معايا. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وسبسكرايب للناس اللي لسه جديدة اول مرة تيجي تدخل القناة، وطبعا كومنتاتكم اللي بتشجعني جدا واللي بتبسطني ونورتوني جدا جدا، وبحبكم جدا. باي باي.